لذلك السعوديين على في كل أنحاء الوطن يشعرون بالفخر، ولو أننا احنا كنا عايشين في أزمة. الأعداد زي ما ذكر الأخوان الحقيقة أغلبيتها من الأجانب، ف يعني أعداد السعوديين حتى في يعني البيان اللي هو المؤتمر الصحفي اليوم كانت أغلبية الإصابات الجديدة من الأجانب، وهذا يعطي يعني لعلنا نستنتج أنه بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح بمعالجة حتى الأجانب اللي مخالفين للإقامة، وأنا أعلم أنه في أعداد كبيرة بدأت تتوافد بعد هذا القرار، فهذه أغلبية الأعداد هذه من العشوائيات ومن الجهات، ويدل على ذلك أنها متركزة في مناطق مكة والمدينة. فهذا الأمر لا يقلقني، أنا متأكد ومتيقن من الكفاءة العالية التي تدار بها الأزمة في المملكة العربية السعودية، وهي مضرب المثل، ولكن يعني نريد أيضا مزيد من الوعي ومزيد من التجاوب ومزيد من المتابعة من المواطنين وعلى جميع الأصعدة. بالنسبة لسؤالك عن قضية القضية الإعلامية، الحقيقة أيضا وزارة الإعلام يعني قدمت مجهود أنا أسميه مجهود خرافي، وزارة الصحة عفوا فيما يخص قضية التوعية. يعني قصدك أن وزارة الصحة أحسن من وزارة الإعلام؟ والله وزارة الصحة يجب للجميع أن يرفع لها القبعة احتراما في المستشفيات وفي الخطوط الأمامية والممرضين والأطباء وأيضا على الصعيد التوعوي. لكن لعلنا بس نشير إلى أمرين، أنا أريد أشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه ربما نحتاج مزيد من التوعية باللغة تتحدث معي عن الجانب الاتصالي، يعني مزيد باللغة من التوعية للأجانب بلغة الوافدين، بلغة الوافدين نعم. الأغلبية يعني اللي هم مثلا نعم. نقول نعم. باكستانيين نعم. وهنود وبنغلاديش نعم. وفلبينيين نعم. يكون في تواصل بلغة هؤلاء الأجانب، ويكون واستخدام الوسائل الاتصالية التي هم يستخدمونها المناسبة بالنسبة لهم. فالشيء الآخر اللي هو الآن وخصوصا مع قضية الحظر 24 ساعة، ربما أن وزارة طبعا الوزارة قاعدة تقدم عمل جبار في كل على صعيد على جميع الأصعدة، لكن أريد أن ألفت إلى أنه جيد أن يكون بعد هنالك دعم نفسي وتوعية نفسية، والأخصائيين النفسيين ربما أنه يعني الناس وكثرة جلستهم في البيت والحظر الأربع مرة نقطة مهمة مرة نعم. مهمة، لأنه هناك سيكون هناك انعكاس سلبي على نفسيات المواطنين والمقيمين الذين ألزموا بالبقاء في منازلهم لفترة طويلة لم يتعودوا عليها. نعم، والجانب النفسي لا يقل أبدا عن في الجانب أهميته عن الجانب الرضوي.